التعليم بعد المرحلة الإلزامية يسمى التعليم الثانوي. في فنلندا التقديم للدراسة الثانوية يتطلب تقديم طلب عبر الإنترنت، ويكون التقديم طبقا للخطوات الآتية. تكون فترة تقديم الطلب للمرحلة الثانوية كل سنة تحديدا من شهر شباط لشهر آذار. الطلب عادة يكون عبر الإنترنت، والطالب يستطيع اختيار 5 مسارات مختلفة للتعليم بالترتيب حسب الأفضلية. هناك عدة عوامل للقبول واختيار الطالب. عادة تكون هذه العوامل متمثلة في معدل الطالب في المرحلة الإلزامية وامتحان القبول. هناك بعض المدارس الأخرى التي قد يكون لديها أيضا متطلبات أخرى للقبول. المتقدمون المقبولون عليهم تأكيد مكان الدراسة بعد استلامهم خبر من المدرسة. كن على دراية أن الطالب عليه تأكيد مكان القبول بغضون شهر، وإلا الطالب سيخسر الحق في الدراسة بهذا المكان. المتقدمون الذين لم يحصلون على مكان للدراسة خلال فترة التقديم للطلب يستطيعون التقديم لاحقا في المرحلة الإضافية للتقديم، لكن هذه المرحلة لديها خيارات دراسية محصورة للتقديم. إذا المتقدم فشل في الحصول على مكان للدراسة، هناك خيارات متعددة بديلة كالصف العاشر مثلا. الصف العاشر يمنح الطالب الشاب الفرصة لتحسين معدل الدراسة النهائي حتى تزيد فرصته فيما بعد عند التقديم مرة أخرى للدراسة الثانوية. تلما، فالما ولوفا هم عبارة عن برامج مدتها سنة واحدة تحضر الطالب للمدرسة الثانوية أيضا. تقدم جميع المدن أيضا ورشات عمل للشباب، حيث يشارك الشاب العاطل عن العمل من خلالها ببرامج موجهة للتعرف على فرص مختلفة للتعليم والحياة العملية. بالإضافة لذلك هناك احتمال آخر وهو كليات المجتمع. كليات المجتمع هي عبارة عن مؤسسات تعليمية ترحب بجميع المتعلمين المحتملين وتوفر فرصاً لأنشطة ترفيهية ودراسات لا تهدف إلى تحقيق مؤهلات رسمية. لا تنسوا أن الدعم من قبل الوالدين للمساعدة في توجيه الشاب البالغ في هذه المرحلة مهم جداً.